السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الناتشورال لانجوج بروسيسنج. اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات عن التوكنايزيشن وفهمنا الفكرة بتاعت السنتنس توكنايز والورد توكنايز. النهاردة هتكلم معاكم عن الورد ستوبنج. احنا عارفين في شغل الاي اي بشكل عام لما بنيجي نشتغل على أي داتا سيت بنحاول إن احنا نعمل فيتشر اكستراكشن من الداتا دي ونخلي الموديل يركز بس على الداتا المهمة يعني. فلو تفتكر مثلا في الكمبيوتر فيجن لما اتكلمنا مثلا في السويفت والهاريس والفاست الجوريزم كنا بنحاول نجيب البكسل المهمه جدا في الصوره، وهي دي اللي انا بدخلها على الموديل عشان اخلي الموديل يركز على دي وبالتالي يديني نتائج مهمه. في الان ال بي برضه نفس الكلام، عندي التكست بتاعي اللي انا بتعامل معاه في بعض الكلمات بتكون اقل اهميه او ملهاش لازمه في الباراجراف بتاعي، فبحاول ان انا اتخلص من الكلمات دي. الكلمات دي بقى اسمها ستوب ووردز يعني، تمام؟ زي مثلا كلمة زا واند وا وان واوف وان واز وهكذا يعني. فالستوب ووردز تقدر ان انت تجيبها من الناتشرال لانجوج، من ال ان ال تي كي ومن الـ من الساي باي برضو، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تعمل ستوب ووردز خاصة بيك انت يعني، تمام؟ فهنا اول حاجة من ال ان ال تي كي هنعمل لها امبورت وهنجيب منها الستوب ووردز، هنعمل لها داونلود، وبعد كده من ال ان ال تي كي دوت كوربس اللي هو الديكشنري يعني هنجيب منه الستوب ووردز، ومن ال ان ال تي كي دوت توكنايز هنجيب منها الورد توكنايز اللي اتعاملنا معاها في الفيديو اللي فات. ولو انت حابب بقى تشوف الستوب ووردز اللي موجوده في اللغه العربيه هتقول ستوب ووردز اللي هي جايه من هنا، تمام؟ دوت ووردز، وهتدي له هنا اللغه اللي انت عايز تشتغل عليها يعني. فهنا هيرجع لك كل الستوب ووردز اللي موجوده في اللغه العربيه اللي انت ممكن تتخلص منها من الباراجراف بتاعك اللي انت شغال عليه، تمام؟ وطبعا بتسبورت جميع اللانجوجز يعني، لو انت عايز تجيب اللغه الانجليزيه هتكتب هنا انجلش وتعمل رن، هيرجع لك كل الستوب ووردز اللي موجوده في اللغه الانجليزيه يعني، اللي هي الكلمات بتكون بتتكرر كتير جدا في الباراجراف وفي نفس الوقت ما لهاش تاثير كبير في السنتنس بتاعي، فاقدر ان انا اتخلص منها بحيث اخلي الموديل يوفر وقت في عمليه التريننج، وفي نفس الوقت اخليه يركز على الكلمات المهمه بس اللي موجوده عندي في التكست بتاعي. برضه تقدر تجيب اي لغه يعني، مثلا جبنا الجيرمان عملنا رن، هيرجع لي كل الستوب ووردز اللي موجوده في اللغه الالمانيه، تمام؟ طيب دي ازاي ان انت بتجيب الستوب ووردز من ال ان ال تي كي. تعالى بقى ناخد اكزامبل، انا عندي التكست دوت اللي هو قامت الشركه باصدار بيانات تفصيليه حول ادائها في الربع الاول من العام الحالي. فهنا في بعض الستوب ووردز زي مثلا كلمه في وكلمه من نقدر ان احنا نتخلص منهم. فطبعا التكست دوت متخزن هنا في الفاريبل ده، هنعمل عليه توكنايز الاول لان قلت لك دي عمليه اساسيه على كل التاسكس اللي موجوده في الان ال بي. هنعمل توكنايز ونخلي كل كلمه موجوده في سنجل كوتيشن لوحدها يعني زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. هنجيب الورد توكنايز اللي عملناها امبورت في الاول وهنديها هنا الارابيك تكست، هيرجع لي هيعمل لي يعني هيقسم لي الجمله دي ويرجع لي كل كلمه لوحدها. هناخد بقى الستوب ووردز اللي احنا لسه شفناها من شويه، الستوب ووردز دوت ووردز، هنجيب الارابيك ستوب ووردز وطبعا هنرجعها على شكل ست اللي هو بيكون القوسين بتوع الديكشنري دول، وهنخزن هنا الستوب ووردز بتاعتنا. بعد كده بقى هعمل فور لوب على كل الووردز اللي موجوده هنا، اللي طبعا احنا خدنا الجمله دي وعملنا عليها توكنايز فالووردز كلها موجوده هنا. هعمل بقى فور لوب على كل الووردز دي واشوف هل الستوب ووردز موجوده في الووردز اللي هنا ولا لا، لو موجوده هشيلها وارجع التكست من غير الستوب ووردز. فهعمل فور لوب على كل الووردز اهو، فور وورد ان ووردز، لو كانت اف نوت وورد ان ستوب ووردز، لو كانت الوورد دي مش موجوده في الستوب ووردز رجع لي الكلمه دي. يعني انا بعمل تشيك على كل الكلمات اللي موجوده هنا في الووردز وبشوف هل هي موجوده في الستوب ووردز ولا لا، لو موجوده في الستوب ووردز مش هرجعها، انما لو مش موجوده في الستوب ووردز هرجعها في الفلترد ووردز يعني. تعالى نعمل برنت للكلام ده ونعمل برنت للفلترد ووردز، بس طبعا الفلترد ووردز كانت عبارة عن توكنايز ووردز يعني عبارة عن مجموعة كلمات، فاحنا هنعمل لهم جوين تاني عشان نرجعهم از سنتنس كجملة يعني عن طريق الفانكشن اللي اسمها جوين، وبندي له هنا فلترد ووردز اللي هي الكلمات اللي موجودة هنا بعد ما شلنا منها الستوب ووردز، وطبعا كل كلمة يكون ما بينهم مسافة يعني اللي هو اللي ما بين الكوتيشن هنا، تمام؟ وتعالى نرن كده الكلام ده اهو. هنا بقى بص الستوب ووردز رجعت لي هنا كل كلمة في سنجل كوتيشن لوحدها، وهنا ده التوكنايزيشن سوري اللي هو التكست بتاعي بعد ما شلت منه الستوب ووردز. هتلاقي ان هو شال لي كلمه في
وشال كلمة من، وبالتالي أصبح التكست بتاعي قامت الشركة بإصدار بيانات تفصيلية حول أدائها الربع الأول العام الحالي، تمام؟ فده كده إن أنت إزاي بتتخلص من التكست اللي ملهوش لازمة عندك في الباراجراف بتاعك، يعني عشان تسرع وقت التريننج وفي نفس الوقت تاخد نتائج أدق يعني. فتقدر طبعا تعمل الموضوع دوت على أي لغة، يعني أنا عندي سنتنس أهو باللغة الإنجليزية، نفس الكود مفيش فيه أي تغيير، أنا بس غيرت السنتنس وهنا جبت اللغة الإنجليزية، ولو أنا رنيت الكود هنا رجع لك هلو وكلمة ها وشالها وار شالها ويو شالها، يعني حاول ان هو يشيل الستوب بوردز. طبعا زي ما قلت لك تقدر تبص على التكست بنفسك، ولو انت يعني حسيت ان الموديل ما ادكش اكيورسي كويسه ومضطر ان انت ترجع بعض الكلمات، فتقدر ان انت تعمل لها كاستمايزيشن بنفسك وترجع انت، او تعمل انت الستوب ووردز الخاصه بيك تعملها على شكل ست زي كده، وتعمل عليها فور لوب برضو، وتعمل تبدا ان انت تعمل لها نجلكت من الباراجراف الاصلي يعني، تمام؟ ده مفهوم الستوب ووردز ببساطه، الموضوع بسيط جدا ابسط مما تتخيل يعني. هسيب لك الكود تحت في الديسكريبشن عشان تجربه بنفسك، ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.